فيه تحامل على دولة ذات سيادة، ذات سيادة لدفعة الغالي والنفيس، وتعرف الاستعمار وتعرف انتهاكات حقوق الإنسان. جيت تكلم معها بهذه الطريقة الغير موضوعية، وحتى الاتهامات اللي جابوها لا أساس لها. وش يقولك؟ يقولك مثلا أن هناك انتهاكات التوقيفات واحتجازات واسعة وتعسفية لنشطاء حقوق الإنسان وللمحامين وللنقابيين. وبعدين هي هاتنا ما كان حتى رقم، قدموا واحد 3 ولا 4 اسماء، قال لك هذه هي، وتضعوا 3 ولا 4، حتى حنا 3 و4 هادو يهمونا ايضا، ما نحبوا حتى جزائري يظلم. على كل حال نبصح بكل موضوعيه، هذه ما ترتقيش الا درجه تدهور الاوضاع، لأن استقلاليه الجزائر في قرارها السياسي هذه تزعج. هناك يريد ان يجعلك انت لازمك تطبق الاجنده نتاعو، لما تحاول باش تاخذ الامور بيدك وتكون مستقل في قرارك وحسب مصالح بلدك الحقيقية ماهيش مصالحهم، هذا يزعجهم. إذا فاش يستخدموا يجيبوا شماعة حقوق الإنسان، لأنه المقصود هو الوصول إلى المؤسسة العسكرية. نعم، لأنه فيه كلام على المؤسسة العسكرية، فهمتني، كلام لا يليق على أنها تتدخل في شؤون. نحن لدينا رئيس مدني، لدينا رئيس حكومة مدني، لدينا وزراء مدنيين، لدينا ولاة مدنيين، أنا مدني، العسكر نعم موجود لكن يقوم بمهام الدستورية المحددة له.